هذه الدنيا التي نعيش فيها أحبابنا قد يراها بعض الناس غاية أمنيته، يرى فيها لذائذ ومشتهيات يسعى ليله ونهاره في تحصيلها وجمع حطام هذه الدنيا الزائل، فيغفل بعض الناس عن أن الآخرة لا هم فيها ولا نكد، وأن الدنيا ما سميت الدنيا إلا لدناءتها أو لكونها دنيا بالنسبة للآخرة. الآخرة هي العليا والدنيا دنيا من الدنو في قبالة الآخرة، أو يقال سميت الدنيا لدناءتها فهي معجونة مجبولة بالهموم والمنغصات والمنكدات والأكدار والأمراض والأسقام، لا يكاد يخلو يوم على الواحد منا من بعض ما ذكرنا. تحتاجون إلى دلائل على هذا؟ انظروا في أنفسكم، هل صفى للواحد منا يوم أو يومان أو ثلاثة من دون هم، من دون ألم، من دون وجع، من دون نكد؟ هذا في الدنيا يعانيه الإنسان. فأن تصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به، هذا النوع الثالث من أنواع الصبر، وهذا الصبر واجب، بحيث إن الواحد من الناس إذا نزلت به مصيبة، نزلت به بلية، يقول الله عز وجل هو الذي ابتلاني، ولعل الله عز وجل يعقبني خيرا عظيما إن التزمت دينه ولم أعترض عليه ولم أخرج عن حد الشريعة بمعصية الله بسبب هذه المصيبة أو البلية. فيتصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، ويرفع الله تعالى من قدره وشأنه عنده بتصبره على هذه البلايا.